صوت مؤثر، إرادة صلبة، ما بيتعب، ما بيوقف يطالب بحقوق ذوي الإرادة الصلبة. منح مؤخرا لقب سفير حقوق الإنسان بمهرجان إضافي، تشرف بمنحه وسام الأرز برتبة فارس من قبل فخامة الرئيس العماد ميشيل عون، وهو مؤسس ورئيس جورا حال فاونديشن. شرفتني استضافة جو لنحكي عن نشاطات العام الماضي ومخطط العام 2023. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك جورج، ودايما الإطلالة معك بتكون مميزة تسلم حبيبي. وبتشرف دايما كون عم طل عبر شاشاتكم العزيزة كتير. نحن شرف لإلنا استاذ جو. اول شيء بدي اقول لك الف مبروك على عده القاب حصلت عليها سنه الماضيه، وكلها طبعا فخر لإلك ولإلنا. ثانك يو. بظل كل هالظروف المعاكسه اللي عم نعيشها بالبلد، ضليتك عم تتحرك ومصر توصل صوتك وتنسق مع وزاره الشؤون الاجتماعيه لتساعد كل شخص التجا لإلك من الاشخاص صحيح ذوي الاعاقه. كيف واجهت التحديات؟ ليك صراحة ما بخفي عليك انه الوضع حاليا كتير صعب، نعم ولكن قد ما كان صعب نحن ممنوع نستسلم، لانه نحن 100%. معروفين بارادتنا الصلبة، ومعروفين انه نحن بالنهاية انت بتعرف انه كل انسان عنده رسالة بالحياة. يمكن رسالتنا بالحياة نعم نكون عم نعمل المينيموم يلي هو واجبنا، انه نجرب نساعد، يمكن باتصال، يمكن برسالة، نعم يمكن بدعم. مش كل شيء مادي للاسف اليوم، بس بيجاوبوك بظل هالظروف الاقتصادية الحمد الصعبة لله. بالبلد. يعني بيقولوا لك في شيء ابدا، يعني في بلد واقف، في ليك دولة مفلسة، ليك ما انا ما فينا نعمل لك شيء. انا كمان بعرف الواقع وبعرف وين نتفوش ووين نوقف ووين نأخر الأشياء، لأن نعم. بالنهاية الموضوع مش بإيدي. أنا قد ما أكون مؤثر، إذا دولتك تعبانة ووضعها تعبان أنت ما فيك تعمل شيء. صحيح. يعني حتى على ناحية التبرعات، يلي كان يتبرع بهديك الأيام بمبالغ كبيرة، اليوم عم بيقول لك أنا بفضل أتريس، وأنت يمكن إعلامي وبتعرف. صحيح. ما كان فيك تقدر تعمل مثل تبني لحالات بس من دول أجنبية أو شباب لبنانيين متغربين برا؟ بلا، هلأ صرنا عم نشتغل أكثر على الريفيرل سيستم. يعني بيجي حالة صعبة منحط عبر السوشيال ميديا، منحكي الخيرين، ولكن لتعمل مشاريع كبيرة مثل قبل ما بقى فيه. نعم. وهي أكثر طلبات بتجيك كرمال استشفاء؟ مبدئيا استشفاء، أدوية، هيك أشياء. مع أنه أنتوا على الوزارة كنتوا 100% بس كنا ما مشيت. كنا ولكن ما مشيت للأسف الموازنات، أنت بتعرف يعني. صحيح. وهيدا اللي بدي أقوله للمشاهدين، نحن قدامكم مش وراكم، ونحن مستعدين نضل نطالب اليوم وبكرة وبعد سنة قد ما كانت صعبة الظروف، ولكن نهار ما منلبيكم نكونوا أكيدين إنه المشكل مش من عنا. صحيح. جو بهالسنة الماضية حملت أكبر من لعب مثل ما حكيت بالمقدمة، ومسؤوليات كبار، منها مؤسسة جو رحال، سفير حقوق للإنسان، مستشار محافظ مدينة بيروت، مستشار سابق لوزير الخارجية، وناشط اجتماعي. من وين ما شاء الله بتجيب هالجرأة تتحمل كل هالمسؤوليات مع بعضها؟ ما بتخاف تفشل بمكان ما؟ سؤالك كتير حلو، بس للأسف وقت قررت فوت بالشأن العام وبخدمة الناس، أكثر بخدمة الناس مش بالشأن العام، قررت إنه بدي جرب، بدي أسعى، بدي أكون على القليلة حاولت أعمل شيء. فشلت كان به، على القليلة جربت. اللي بيشتغل بطبيعة الحال يغلط، بطبيعة الحال يفشل كتير أوقات، خاصة إنه مش كل المدخرات والوسائل بإيدك لإلك. نعم. إذا عايز بدي أحكي على الصعيد الشخصي، نعم، جو رحال الشخص اللي عاش كل حياته عم بجرب يتأقلم منه وينتصر على معوقاته. نعم. نحن كإنسان عادي ما بنعاني من أي كا، عندنا مخاوف. نعم. دايما بنخاف من المستقبل، بنخاف من الخطوة الجديدة. كيف كنت تصارع هذا التحدي؟ كيف بتعيش الصراع؟ بتصدق على الصعيد الشخصي متصالح مع نفسي لدرجة انه ما عندي خوف من بكرة، لانه انا مقتنع بوضعي كليا. نعم. ولكن تخاف تخف
مسقوطة أو تبطل موجودة لخدمة الناس. صحيا قصدك؟ صحيا وكل شيء. طاقة كطاقة يعني. كطاقة. لأنه أنا بوضعي منعت لأنها متصالح مع حالي، بعرف شو فيي أعمل وشو ما فيي أعمل، وبالنهاية كل شيء بالحياة مش نحن بنتحكم فيه، هو عند ربنا يعني. صحيح. قد ايه هذا الايمان هو اللي صنع جور حال هالشخصية القوية؟ الحمد لله الحمد لله. كيف بتفعله؟ كيف فعله؟ بالاشياء اللي بعملها، يعني اعمالك هي اللي بتحكي عن ايمانك. صحيح. ما في ايمان بلا افعال. لا شك انه وسام الارز كان مدعاة فخر لك. هاللحظة بتحس يا ريت ساعدتك الظروف تقدر تساهم مثلا بنص قوانين لمساعدة ذوي الإرادة الصلبة وتحقيق أمنياتهم لحياة أفضل؟ لا ساهمنا ورح نضل نساهم. نعم. رح نضل نساهم في نعم. في اشياء بتتحقق بطبيعة الحال، في اشياء بالبيروقراطية اللبنانية بتاخذ وقت، بس نحن مش معناته ما عم نساهم. بس القوانين اللي تم إقرارها بالمجلس النيابي هل فعلت؟ هل فعلت؟ فعلت، بس فيها كتير مراسيم إجرائية وتطبيقية بدها إقرار كمان. نعم. وكل قانون بس يمرق عليه فترة بده مثل أبديت، إذا بدك بده تحسين. نعم. بده تطوير، ولكن أنت شايف الأشياء الأساسية عم توقف يعني. صحيح. جو اللي عنده أي إعاقة كان شوي مغطى، أو إذا بدنا نقول 95% من وزارة الصحة والشؤون المدرسة، هل الطالب اللي عنده إعاقة بعده بيتعلم مجانا أو بيقض قسم رعاية من شؤون اجتماعية، أو الأقساط يعني صعب كتير؟ هلأ بالخاص كل حالة إلى حالتها، بس بالرسمي أكيد بالرسمي بعدها ماشية، وحاليا في 60 مدرسة دامجة رسمية صارت رح تتفعل بخلال 2023. فات الدمج على الرسمية ولا بعد؟ أكيد فات الدمج. نعم. فات الدمج وبقوة، ونحن هلأ من أسبوع الماضي كنا عم نشارك بورشة عمل بوضع خطة سياسة. صحيح. حلقة حاطه سؤال لتخبرنا عنها الورشة العمل. خطة سياسة الدمج برعاية وزارة التربية واليونيسف. نحن هيدول الأشياء يمكن الناس ما بتعرفهم. شو ناقشتوا بهيدا المؤتمر؟ ناقشنا كل شيء وكيفية. في كاتيجوريز للشباب اللي عندهم إعاقات، في ناس ممكن يندمجوا والناس لا؟ أكيد بطبيعة الحال مش نحن المنوصف الحالات. نعم. طاقم التربوي متخصصين وحالة الطالب، يعني الحالة الصحية والطبية والعلمية، لأن مش بس موضوع صحة هو. نعم. هي اللي بتحدد إذا هيدا الطالب بيقدر أو لا. نعم. يعني شاركت حضرتك بإعداد وتطوير أقسام مسودة سياسة التعليم للدمج الوطني. الحمد لله. هو كان من تنظيم وزارة التربية بالتعاون مع اليونيسف. صح. نعم. عندك أمل أنه في تطورات قريبة على هالصعيد؟ دايما عنا أمل. لو ما عنا أمل مني موجود أنا معك اليوم هون. صحيح. بس المشكل برجع بقلك وبشدد على هالفكرة، وبتمنى من المشاهدين يفهموا انه نحن بحصة بتسند خابية، يعني الناس بس تشوفك نزل ورشة عمل لوزارة التربية بفكروا انه بكرة رح يصير التطوير. نحن لو فينا نعمله اليوم نعمله، بس انه الموضوع بده وقت، الموضوع بده تدريب، الموضوع بده قوانين، الموضوع بده بنى تحتية، هول كل الناس ما بتنتبه لهم يمكن. نعم. سيس جو شاركت بحملة التوعية بمدرسة الشيخة حصة بالبحرين. نعم. شو لمست هونيك من انطباع عن وضع ذوي الاحتياجات الخاصة؟ ليك هونيك الدول العربية عم تشتغل كتير على تطوير مفهوم الدمج. نعم. والفرق انه عندهم امكانيات مادية يمكن اكتر منا بكتير. بس الدمج اما كمان احترام هالكينوني هالشخص اللي عنده اعاقة. ما هو بس ليكون عم بيعيش حياة لائقة. بس نحكي دمج يعني عم نحكي بكل المفهوم. صحيح. عبر احترامه. ما انت في دمج وظيفي كمان مش صح دمج. صح تعليمي. صح. نعم. هذا رح اسالك عليه بعدين. قد ايه جيت من هونيك عندك هيك انطباع انه يا ريت بنوصل ربع الفيلم؟ انا ما رحت لهونيك، انا شاركت عبر الفيديو. مين عبر. نعم. بس لا شك انه
بمجرد ما يقدر يوصل انه يطالبوا فيك برا، يعني انت شغلك اللي عملته بلبنان اوريدي وصل، مسموع وواصل صوته. الحمد لله. نعم، هناك خرق واضح في الشركات لما يخص قانون توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة. صح. شو بدك تقول؟ هون بدي وجه تحية لبرو ايبلد وسامر صفير وإلي متى يلي هن كتير عم يسعوا من خلال الجمعية والانتربرونورشيب اللي عم يعملوها. نعم. انه يساهموا بهيدا الشيء، واكيد نحن بعمل مشترك معهم عم نساهم قد ما فينا بخلق فرص عمل. نعم، بس هو في قانون. صح. 3% في قانون، في قانون بنص على كل شركة على القليل يكون عندها موظف، أو 3% إذا أكثر من 60 أجير. نعم. نعم. يعني أقله يكون عنده موظف واحد. صح. 100%. عنده إعاقة ويوصفه. بس ما بتلاقي هالشيء. بلا عم تتطور بيجيك شكاوى انه تقدم طلبات لشركات ورفضوا. ليك ما هو المشكل انه نحن دايما نعلق بشغله انه الموضوع منه بس قانون استاذ جورج، الموضوع بدك تغير الثقافه والمايند سيت. 100%. بدك طريقة تبلش التفكير، تغيير طريقه التفكير، هيدي هي، وهي اللي بدها وقت. 100%. يعني بفهم وجع الناس، وصدقني يمكن لانه انا صار لي فترة وصرت بفهم كل واحد شو معاناته. نعم. بس كمان بفهم انه طيب انا عملت لك اجمل قانون، ودايما بقولها بمقابلاتي يمكن الناس زهقت منه، بقدر نوصل لك اجمل قانون، ولكن انا اذا الثقافة وطريقة التفكير ما تغيرت شو بيفيدني القانون؟ لانه اذا ما تغيرت طريقة التفكير يمكن يقبل بالقانون صاحب الشركة ويوظف شاب، بس يعطيه اقل صح معاش من غيره. صح. ونحن يعتبروا انه مش كانه شخص عادي موظف عنده كل الكاباسيتي يعطي نفس الفكر اللي عم بيعطيه موظف عادي. ونحن هون بدنا نركز على نقطتين. نحن ما بدنا ولا اي شاب او صبيه او رجال او مره يتوظفوا من باب الشفقه. نعم. ولا بدنا يكونوا مفكرين انه ما بيقدروا يعطوا شغل، بالعكس الشاب والصبيه او الرجال او المره اللي بتعطيهم فرصة صدقني بيقدروا يشتغلوا 50% 50% دوبل عن الشخص العادي. رح تسألني ليه؟ ايه، انا عندي فكرة انه يمكن هن بحبوا يثبتوا لانه بدهم يثبتوا حالهم. ايه، انه خدني بعين الاعتبار. 100%. يعني انا دارس ومتخرج مثلي مثل غيري. 100%. وما تقول انه عندي اعاقة يعني بدي اعطي اقل، بصير يعمل تحدي اكبر. ومشكلتنا بالشركات انه مش بس قصة انه ما بيقدروا يوصفون، في كتير شركات منا مجهزة، مش مجهزة ليوصلها، ومنا مأهلة، مش مأهلة ليوصلها. 100%. استاذ جويك، اخر سؤال حابب اسألك عن الاضافة اللي زاد لك اياها كسفير لحقوق الانسان، مهرجان اضافي. مهرجان اضافي هو بحد ذاته، هون تحية لصديقي العزيز سام سعد. مهرجان اضافي اليوم استاذ جورج هو بكورة جهد إذا بدك، وبكورة خلى الناس وهالشباب والصبايا يكون عندهم دليل إنه أنتو فيكم تثبتوا حالكم، ولكن أنتو كمان بدكم تتعبوا تسعوا، ما بدكم تفكروا إنه إيه أنا عندي مثلا أهلي عندي محيطي هو بيعمل لي كل شيء. لا، جرب. مثل ما أنا وصلت أنت فيك توصل، ومثل ما انا وصلت انت فيك. ما حدا في يعمل لك كل شيء، لانه ما حدا بيدوم. 100%. لا الاهل بيدوموا ولا الاخوه بيدوموا، عندهم حياتهم بالعربي الدارج، ما حدا بيشلش بالنهايه ابدا. 100%. نحن بنوجه تحيه كمان من خلالك لاستاذ سام سعد على هالمبادره، لانه هيدي اول خطوه على طريق تغيير التفكير. مزبوط. السلبي تجاه الموضوع. مزبوط. لانه بلشوا يقدرون ويقدروا مواهبهم وعطاءاتهم. أنا بدي أتشكرك كثير. أنا اللي بدي أشكرك، ودائما إطلالتي معك بتكون مميزة، لأن أنت مميز وأنت صديق عزيز، وبنتمنى نكون أعطينا هيك جرعة أمل للمشاهدين. يعني جرعة العمل هي بتصميمك وإرادتك الصلبة، عن جد لما بتحكي بهيدا الحماس. شكرا. كل حدا بحاجة لمساعدة رح يقول بعد في بطل قدامنا عم بيعلي صوته. شكرا. شكرا لك استاذ جورج. هذه كانت حلقتنا لليوم، بتمنى كل هالمواضيع القيمة تكون فادتكم وعجبتكم.
فيكم ترجعوا تتابعوا على اليوتيوب قناتنا مريم تي في لبنان كل الفقرات اللي بتحبوا ترجعوا تشوفوها. الله معكم.